الدينار الأموي التذكاري، دينار الصلة، دينار معدن أمير المؤمنين بالحجاز سنة 500 هجرية. هذه المادة تأتيكم من الموسوعة المالية في إنسايكلوبيديا العربية قسم المسكات الإسلامية. سك الأمويون النقود في مختلف حواضر بلاد الشام وغيرها من حواضر الدولة مع توسعها وامتداد رقعتها، وبدأ إصدار النقود العربية الصرفة في أواخر سبعينات القرن الهجري الأول، واستمر إصدارها في مختلف دور السكة إلى آخر سنوات عهد الخلافة الأموية أي سنة 32 و100 هجرية. وظهرت الدنانير الأموية العربية الصرفة في كل سنة من السنوات منذ إصدار الدينار الأموي الأول سنة 77 هجرية. وقد عرفت سنة 500 هجرية ظهور ضربين للدينار الأموي. الضرب الأول هو الدينار الأموي العادي أي النقدي، ويتمثل الضرب الثاني في الدينار الأموي التذكاري أي دينار الصلة الذي يعرف بدينار معدن أمير المؤمنين بالحجاز. وفي كلتا الحالتين يرجح أن السكة ضربت في عاصمة الخلافة دمشق. ويحمل الضرب الثاني الدينار الأموي التذكاري اسم معدن أمير المؤمنين بالحجاز، وذلك أسفل مأثورات المركز على الوجه. وسبقت الإشارة إلى معدن أمير المؤمنين من دون تحديده بمنطقة الحجاز في دنانير أموية تذكارية سكت في عهد الوليد بن عبد الملك. وبحسب الدليل النمي المتوفر فقد ظهرت تلك الدنانير التذكارية في السنوات 89 هجرية و91 هجرية و92 هجرية و93 هجرية. وهذه الدنانير تشبه في تصميمها الطراز العام للدنانير الأموية من حيث شهادة التوحيد والهامش الدائري على الوجه، وتماثل مأثورات الظهر في الدينار الأموي العادي مع إضافة المحدد المكاني معدن أمير المؤمنين الذي تقصد به المدينة المنورة. إذ صدرت الدنانير التي حملت هذا المحدد المكاني في السنوات التي زار فيها الخليفة المدينة المنورة، ولذلك أخذت السمة التذكارية. وتعد دنانير الصلة أو دنانير المناسبات التاريخية دنانير سكت تخليدا لمناسبات مهمة ترتبط غالبا بشخص الخليفة نفسه، مثل زيارة الخليفة للمدينة المنورة ومكة المكرمة أو الانتصار في حرب أو غير ذلك. لكن رأي الغالب أنها ضربت في عاصمة الخلافة دمشق وتمت إضافة عبارة المحدد المكاني إليها. تاريخ الدينار: سك هذا الدينار على الأرجح في خلافة يزيد بن عبد الملك في آخر سنوات حكمه سنة 500 هجرية، وهو يؤرخ لمناسبة دينية تتمثل في زيارة الخليفة إلى مكة المكرمة والتي يشير إليها المحدد المكاني معدن أمير المؤمنين بالحجاز تمييزا لها عن المدينة المنورة، حيث لا تظهر كلمة بالحجاز في دنانير الصلة التي سكت في خلافة الوليد بن عبد الملك والمرتبطة بزيارة المدينة المنورة. ولعل الغرض من إصدار هذا الدينار كان تخليد زيارة الخليفة إلى مكة المكرمة، وخاصة لما لها من مكانة رفيعة عند المسلمين. خصائص المسكوكة: المعدن الذهب، الوزن 4 غرامات و27 جزءا من الغرام، القطر 20 مليمترا، السماكة حوالي مليمتر واحد. مأثورات الدينار على الوجه في الطوق عكس عقارب الساعة: بسم الله ضرب هذا الدينار سنة 500، وكتبت المأثورات بالخط الكوفي البسيط مثل مأثورات الدينار الأموي النقدي العادي وعلى شاكلتها. على الوجه في دائرة المركز: الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد معدن أمير المؤمنين بالحجاز. على الظهر داخل الدائرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. على الظهر في الطوق النصي عكس عقارب الساعة: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. مكان السكة: سك هذا الدينار على الأرجح في دار السكة الدمشقية، خاصة أنه يحمل السمات النقدية للدينار الأموي العادي أي النقدي الذي ضرب في دمشق، وقد أغفل ذكرها صراحة مع الاكتفاء بذكر تاريخ السكة، وهو يطابق في وزنه وقطره وطرازه الدينار الأموي العادي. وثمة احتمال بأن مكان السكة يرتبط بمنجم الذهب في الحجاز الذي يعرف بمعدن بني سليم، ويقع عن جنوب شرق المدينة وشمال غرب مكة على طريق الحج بين بغداد ومكة. وربما أن السكة كانت بدار السكة النظامية في دمشق أو في الحجاز باستخدام دار سكة متنقلة. ويعرف معدن بني سليم أي المنجم معدن أمير المؤمنين اليوم بمهد الذهب، وقد ضربت مثل هذه الدنانير التذكارية لتوزيعها في أثناء رحلة الخليفة إلى الديار المقدسة، وتحديدا في حالة الدينار المضروب في سنة 500 هجرية بمكة المكرمة. ولابد من الإشارة إلى الفلس الأموي المكتشف في الرصافة، وهي منطقة الرقة ببلاد الشام، ويحمل محدد دار السكة المدينة معدن أمير المؤمنين. ويعتقد أن هذا الفلس ضرب في الرصافة وليس في شبه الجزيرة العربية، إذ كانت الأفلاس تصدر ويتم تداولها محليا وليس خارج حدود مدينة السكة أو منطقتها، ولأن هذه الأفلاس وجدت بأعداد لا بأس بها في الرصافة فقد نسبت إليها. لذلك يرجح
أن المدينة معدن أمير المؤمنين في حالة هذا الفلس تشير إلى موضع ما في بادية بلاد الشام، وقد قام في ذلك الموضع قصر للخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، وعرف بقصر الحير الشرقي، وربما أن الفلس يشير إلى هذا القصر الذي تم بناؤه في سنة 1100 هجرية. كان هذا القصر بمنزلة مدينة كاملة في الصحراء، وفي ضوء المعطيات المتوفرة فإننا نرى أن معدن أمير المؤمنين كان إشارة رمزية إلى دار سكة متنقلة، لعلها كانت تنصب بالقرب من مناجم الذهب أو قصور الخليفة البعيدة عن العاصمة. وتطلب أفلاس معدن أمير المؤمنين المزيد من التحليل والدراسة. الجدول التالي يبين مكان السكة المحتملة، وهي تتراوح ما بين دمشق ودار سكة متنقلة والحجاز، ويرجح أن دار السكة كانت في دمشق نظرا للتشابه الكبير مع الدينار العادي إلى درجة التطابق. كما أن ثمة من يرى أن دار السكة كانت دار سكة متنقلة جلبت إلى مناجم لتلبية حاجة طارئة إلى المسكوكات غير الاعتيادية، وثمة أيضا من يرى أن الحجاز كانت دارا للسكة إذ ظهرت مسكوكات ضربت في مكة لاحقا، وهذا يرجح أن تكون دار السكة في الحجاز بمكة. نماذج المسكوكة: ظهر هذا الدينار التذكاري في نماذج أخرى تختلف بنحو ما عن المسكوكة التي نتناولها بالدراسة هنا، وليس ثمة اختلافات جوهرية مع النماذج المتوفرة باستثناء حالة بارزة ظهرت فيها المأثورات بأسلوب مختلف عن المألوف، إذ فقدت المأثورات في النموذج الثاني انسيابيتها ورصانة حروفها، وبدت أقرب إلى أسلوب الكتابة البدائي الخالي من جماليات الخط العربي التي كانت مألوفة في الدنانير الأموية. لذلك قد يكون النموذج الثاني نسخة مزيفة لا أهمية تاريخية لها.